السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة الخلاصة كورة. خلينا نتكلم عن كأس الرابطة المصرية 2022. دي البطولة دي أول مرة تتعمل في مصر. كأس الرابطة دي اتعملت في 12 يناير 2022. عامة باختصار اختصار الموضوع، احنا عندنا فرق الدوري المصري 18 فريق، تمام، اللي هم الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري وبيراميدز وبقية الفرق والمقاولين العرب يعني وكده، تمام. المهم ال 18 فريق دول اللي هم في الدوري المصري الممتاز اتقسموا لثلاث مجموعات حسب القرعه، تمام، مجموعه فيها الاهلي ومجموعه فيها الزمالك ومجموعه فيها بيراميدز، دول على رؤوس الموضوع. بعد كده قسموا الفرق على الثلاث فرق دول، قسموا بقيه الفرق يعني، فكل مجموعه فيها ست كل مجموعه فيها ست فرق. حلو الكلام، يبقى 18 فريق في الثلاث مجموعات. طيب ايه اللي بيحصل خلال الموضوع عشان بس اوضح لك المجموعات وكده؟ طيب بعيدا عن الترتيب هقول لك دلوقتي، المجموعه الاولى تضم مصر المقاصه وفيوتشر والاتحاد السكندري وبيراميدز وايسترن كومباني اللي هو الشرقيه للدخان والمصري البورسعيدي. المجموعه الثانيه تضم النادي الاهلي والبنك الاهلي وسموحه والجونه والمقاولون العرب والاسماعيلي. المجموعه الثالثه وتضم الزمالك وانبي وسيراميكا كليوباترا وغزل المحله وطلائع الجيش وفاركو. اللي متابع الدوري التونسي حاليا ده اللي بيحصل في الدوري التونسي، مقسمينهم لمجموعتين. طيب نفس الفكره كده بالظبط. المهم يعني ايه اللي بيحصل في الموضوع، كل فريق من دول في كل مجموعه هيلعب خمس مباريات، يعني كانوا بيلعب ذهاب بس، هيلعب خمس مباريات. صاحب المركز الاول من كل مجموعه، يبقى كده عندنا ثلاث فرق، هيكون من المجموعه الاولى المركز الاول والمجموعه الثانيه المركز الاول والمجموعه الثالثه المركز الاول، هياخدوا الثلاث فرق دول وهياخدوا معاهم افضل مركز تاني سواء المجموعه الاولى او الثانيه او الثالثه، افضل مركز تاني. يبقى احنا عندنا اربع فرق دول هيتأهلوا ايه لنصف النهائي، هيعملوا بينهم قرعة وبعد كده مين هيلاعب مين في نصف النهائي وبعد كده في النهائي. عامة اللي هيوصل للنهائي تقريبا هياخد مليون وربع اعتقد يعني، دي المكافأة. والمركز التاني هيكون مليون اعتقد يعني، والمركز التالت هيكون 750 ألف، والمركز الرابع نص ربع مليون ربع مليون، وبعد كده كل فريق اصلا شارك في الموضوع هياخد 100 ألف، ممكن تقريبا عشان يزودوا ميزانيه النوادي او ان هو يعني ايه المباريات. انا مش عارف صراحه اتعملت البطوله العجيبه دي بصراحه، ولكن هو ده نظام البطوله زي ما قلت لك كده بالظبط، وانا طولت عليك جدا انا عارف. دلوقتي خلينا نتعرف بقى على نتائج مباريات اليوم الاربعاء الموافق 12/1/2022. اليوم متابعين الكرام في الجوله الاولى ايسترن كومباني خسر من فيوتشر 0-3، احرز اهداف فيوتشر الثلاثه طارق في الدقيقة 10، محمد فاروق في الدقيقة 45، وماهر في الدقيقة 88. المصري البورسعيدي خسر من مصر المقاصة 0-3، أحرز أهداف مصر المقاصة مش معروفين هقولهم لك. بيراميدز خسر من الاتحاد السكندري 1-2، أحرز أهداف الاتحاد السكندري. صالح في الدقيقة 17، مابولولو في الدقيقة 59، وهقول لك مين اللي سجل الهدف. بيراميدز بقى سجله صابر في الدقيقة 75. طيب متابعين الكرام، بكره باذن الله تعالى الاهلي هيلعب امام الجونه، سموحه هيلعب امام الاسماعيلي، والمقاولون العرب هيلعب امام البنك الاهلي. التلات مرات اللي اتلعبوا دول يا جماعه هما في الجوله الاولى بالنسبه للمجموعه ايه، تمام كده. بالنسبه لاهداف مصر المقاصه ثلاثه، كريم صلاح في الدقيقه 6، محمود فهمي في الدقيقه 14، وخالد صلاح في الدقيقه 40. زي ما قلنا هدفي الاتحاد السكندري احمد قلناهم خلاص، وهدف بيراميدز تمام كده تمام. خلينا نتعرف على ترتيب الرابطه وترتيب الهدافين. طيب متابعين الكرام، الدور الاول عندنا في المجموعه الاولى حاليا في المركز الاول فيوتشر عنده 3 نقاط، طبعا مصر المقاصه في المركز الاول ايضا ب3 نقاط، الاتحاد السكندري المركز الثالث ب3 نقاط ايضا، بيراميدز المركز الرابع بدون نقاط، ايسترن كومباني المركز الخامس بدون نقاط، والمصري البورسعيدي المركز السادس والاخير بدون نقاط دلوقتي، او بمعنى صح تقدر تقول هو في مركز الخامس ايضا يعني، لانه نفس الاهداف اللي هي بتاع مصر 3-0 و3-0. المجموعه بي وسي زي ما قلنا الفرق بتاعتهم خلاص عشان ما اطولش عليك. دلوقتي خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين متابعين الكرام، معلش الكوير كنا بنتفرج عليه. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين زي ما قلنا، اللي سجلوا الاهداف دلوقتي مبلول لاعب اتحاد سكندري، ومحمد فاروق لاعب فيوتشر، وصالح لاعب اتحاد سكندري، وصابر لاعب بيراميدز، وطارق لاعب فيوتشر. اشترك في القناه بقى، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو، وهنتكلم كتير عن البطوله دي الايام اللي جايه ان شاء الله، طالما الدوري واقف في ظل وجود كاس الامم الافريقيه. انا بعتذر عن الاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.